ربي يرحمها، ربي يرحمها. فقدتها في 2019. كنت في نوميديا، قناة نوميديا اللي راحت لقناة خسارة. نقول خسارة لأن كنت قناة فيها عمل. كنت أقرب الناس ليا. فرحان الحمد لله. كانت الحاجة الوحيدة اللي كنت متمنيها أنا رجلي ورجلها في بيت الله، ما كتبتش للأسف. إن شاء الله تكون في أهل من أهل الجنة، وكل أموات المسلمين ربي يرحمهم، ربي يرحمها هي والوالد تاعي اللي توفى في 2004. أراهم في بيت واحد. ولقاهم في قبر واحد. ربي يرحمها. وش نقول؟ كلمة واحدة نقولها وكنت قلتها في الهداف. الأم ما نقدروش ما تقدرش تعبر على كلمة هذه، ما تقدرش، ما تقدرش مجلدات، وما تقدرش توصفها لا شاعر ولا كاتب ولا أي إنسان. مقامها عند ربي عالي ويكفي ما قيل في القرآن، ما قاله الله عز وجل في القرآن الكريم. ولا تنهرهم، لا تقل لهما أفا ولا تنهرهما. الجنة تحت أقدام أمهات. جنة تحت أقدام الأمهات، ولكن الأم تبقى دائما جنة. شوف كي تكون قدامنا نتجاهلوا بزاف أشياء. تغيب عنا. تعرف قيمتهم كي يروحوا. شوف ما كانت قدامك ولا قدا قدامك تقول الحمد لله، هي في الدار. هناك تروح تشوف البلاصة هذيك تولي تحس فارق كبير في الدار، فارق وشوف والله وتكون في عمرك 100 سنة تولي صغير أمام أمك، تولي تطالب أمك وتقول يا يما. في 70 سنة، في 80 سنة، دائما في لسانك أمك. وبعض الناس يعاتبوك يقول لك لا سي مفرطة بزاف. لا، قد ما تتكلم على أمك قليل، وقد ما الناس راهي تقول باللي الأم لا وكل مرة نجبدوها، لا كل مرة نجبد أمي باش الناس تفكرها وتترحم عليها، ولا قد ما يترحموا عليها مليحة لينا ومليحة ليها.